شالوا الهم، دول عشانك شالوا الهم. قاتل 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 قاتل، انا ما عشيش تاني. قاتل ما عشيش تاني. انا النهارده اسرائيل بعد اذنك بتصرف على البحث العلمي 4.75% من وزن العامة. مصر بتصرف 2% على البحث العلمي. الناس ديت علشان عارف ان ده في الصالح العام هما ماشيين. احنا بنيجي بكل ادب وشاكه بنطلب مقابله رئيس الوزراء. ديت المره 13 رئيس الوزراء مش قادر يجي على نفسه ويتنازل ويبعت حتى لاي واحد ولا اتنين يقابلوه ويقولوا له المشكله، حتى لو يقول لهم انتوا طلبكم مرفوض من عندي ما تجوش هنا. يعني حتى يبقى الوضع فيه دبلوماسيه شويه. انا مش جاي بشحن، انا راجل معايا اعلى الدرجات العلميه، ماجستير ودكتوراه، مفيش شهاده في البلد اعلى من دي. ما يبقاش انت حضرتك كل يوم كل مؤسسه وكل هيئه تعلمني على انك عايز وظائف اداريه ووظائف محليه، وتيجي لمجرد ان انا بطلب وظيفه تقول لي انت مفيش ليك. بعدين انا عايز اقول حاجه يا جماعه، النهارده كل تصريح بيطلع من المسؤولين يقول لك احنا الشباب واهتمينا وهنعمل وهنسوي، هم يقصد مين بالشباب؟ إذا كانش يقصد حملة الماجستير والدكتوراه يقصد مين؟ أنا عايز مسؤول يطلع عنده الجرأة والشجاعة يقول إحنا نقصد الشباب الفلاني. القواعد بتطبق على الكافة، من 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 أصغر حد لأكبر حد تتخيله. اللي حاصل ده خطأ، والتجمع غير مسموح بيه. وبرضه لحضراتكم كل الاحترام، أنا هديك إنذار لمدة ساعة، بعد ساعة هبتدي أتعامل مع حضرتك وفقا للقانون اللي حضرتك واخد ماجستير ودكتوراه فيه. يعني انت بتفهم فيه اكتر من اي حد. اشكركم.